أهلاً وسهلاً بيكم يا جدعان في المقر الرئيسي بتاعنا اللي هننطلق منه النهاردة ونجيب حاجات جميلة جداً جداً جداً. طبعاً يا جدعان قبل ما ننطلق من المكان الرهيب ده، لايكاتكم يا جماعة محبين جي تي في، واللي مش بيحبها هتحبها النهاردة، لأن بقى يا جماعة هوريكم أنا هجيب إيه، لأن حاجة عجبتني يا جماعة، وإن شاء الله تعجبكم قوي قوي قوي، بس يا رب ما يكونش سعرها حراق زي الطيارة. سلختنا صرخة مش لذيذة وكان سعرها مكلف جدا، بس كان الاغلبيه منكم كان مبسوط جدا 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 بالطياره، وكانت صفقه يا جماعه يعني الحمد لله ممتازه، واخدنا منها 10 من 10. خلينا نشوف بقى تقييمنا النهارده للعربيه، هل هتستاهل ولا لا؟ وزي ما قلت لكم يا جماعه قولوا لي اقتراحاتكم ورايكم في اللي هنجيبه النهارده، وممكن برضو احنا على السريع كده نجيب ايه يا زعيم، نجيب مهمه، لا نجيب ايه، خلاص احنا نجيب عربيه ونعمل مهمه. فخلينا ننطلق بقى في قسم العربيات. بص انا اخر حاجه جبتها العربيه السودا دي، تمام، دي انا متاكد منها يا جماعه، بس بقى العربيه دي انا مش فاهم ايه الفرق بينها وبين السودا. يا ريت يا جماعه اخصائيين جي تي ايه ماسكين اقسام يقولوا لنا قسم عربيات ايه دي بقى، يعني ايه دي وايه دي، انا مش فاهم. دي انا خلاص انا جربتها بصراحه كانت عربيه جامده وتستاهل، فدي تقريبا نفس السعر، فانا مش عارف، يا ريت تقولوا لي والله نفكر ممكن في الصفقه. بس دي بقى جديده، بقى دي جديده، تحسوا كده عربيه شكلها مخيف ولونها بصراحة حلو، فانا دي هشتريها يا جدعان، وبركولي بقى كده مقدما، وخلينا نشتري العربية هنحطها في انه مكان، هنحطها يا جدعان في المقر بتاعنا هنا. اخدت منا حوالي 2,100,000 وكسور، تمام، عبال العربية ما توصل بالسلامة احنا كده كده هنكون جاهزين لها، وعايزين نجهز نفسنا بقى للمهمة والكلام الكبير. الساعة كام؟ الساعة دلوقتي المفروض 2، هنستنى يا جماعة العربية توصل بالسلامة. خلينا اطلع بس سريعا، اهم حاجه يكون وضعها مستقر بره يا جماعه عشان مش عايز اقلق. اخي بقى عودي بقى، هي بلا مش هي. خلينا نشوف فين اقرب مكان. حلو، اقرب مكان هنا يا جماعه اللي هو بتاع السلاح وبتاع الاكل الغذاء. والقطر جاي، حاسس بيا، حاسس بيا يا كابتن. هركب على طول يا جدعان على القطور عشان نوفر ايه، بنزين. اركب. اه خبطت خبطه، قوم صح 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 قوم يا رب يفلت مننا. يلا محاوله اخيره يا عم، التليفون يا عم شو، حرام عليك. هات العربيتك الا، هات العربيتك الا، انت عملت صروخ من الصبح، انزل القلب. والله يا عم انتوا قاعدين قلبنا على ايه؟ في واحد مجنون يا جدعان قاعد يشتمنا وحط علينا 1000 كاش، شفت يا جدعان راسنا تسوى كام؟ هاي خدمة. مجنون شكله حقود ده يا جماعة. خلينا نكمل صايب. ياب ويلكم باك. وصلنا هنا، احلى حاجة الشوب بتاع الأكل جنب الراجل هنا. عايز اجيب بصراحه الدروع بتاعتي عشان نكون جاهزين لليوم. ازيك كابسي، ده احنا بص مدلعينك في العيد وبعد العيد وقبله وبعده، يروح بص مظبطك كل شويه يا جدعان. انا نفع الراجل ده، بس بصراحه راجل اسعاره غاليه يا جماعه، ولازم نظبطه كده التظبيط عشان ايه، نديله عقاب عشان نربيه شويه عشان يخفف السعر، صح ولا ايه رايكم يا جماعه؟ لازم يتعاقب. اوكي خلينا نجيب ايه عشان نعاقبه بيها، ولا اقول لكم خلاص يا جماعه، خلاص 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 بلاش نعمل ايه قلق. تمام كده فل الفل، خلصنا الحاجه بتاعتنا. خلينا بقى يا جماعه نروح سريعا، لان تقريبا جالي زي رساله اللي العربيه بتاعتنا وصلت بالسلامه. خلينا نشوف بقى طيب الحاجه بتاعتنا. طبعا حددت المقر بتاعنا يا جماعه، خلينا نجيب العربيه. ايه ده؟ ازاي ما عندش عربيه؟ حاجه غريبه. شايفين هنكلم الميكانيكي يا جدعان. ماشي ماشي مش مشكله، ممكن مش لازم نجيب نفس العربيه بتاعتنا تقريبا عشان ما ركبناهاش المره اللي فاتت، كنا راكبين الطياره. فخلينا نكلم عمو الميكانيكي يظبطنا يا جماعه احلى عربية او موتوسيكل نركبه النهارده. يلا يا زعيم بعت لنا الحاجة ولا ايه الكلام؟ يلا انا متحمس. الله 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 الموتوسيكل، والله وحشني يا جماعة، مين وحش الموتوسيكل الاسطوري ده؟ يب ننطلق بقى المقرات بتاعتنا كده ايه؟ ونغرب العيال واحنا ماشيين على السكة. ويلكم باك يا عم الموتوسيكل. افتح هنا. سلام لي وحش الله يا جدعان. اظبط الكلام. لازم نديهم درس كده يا جدعان. لازم نرحب بالعيال. اضرب. كتير شوية بوست بوست بوست، يلا بوست بوست. خلينا نشوف بقى المقر بتاعنا، والله الواحد بقى ايه التحكم فيه سلس، فكرت انا نسيته. هنوصل يا جماعه في كلمتين إيه، اول ما نشوف العربيه تبقى محتاجه تعديل ولا لا. تقريبا اقدر اخش المقر حتى لو عندي نجوم، لاننا في نجمه واحده يا جدعان ممكن تعمل لنا مشكله واحنا داخلين المقر بتاعنا. ايه ده، مين الكلب ده؟ ما انا عامل كده ليه؟ ثواني يا جماعه شكله غريب. في حد شاف كلب قبل كده في الاعلان ده يا جدعان؟ استنى يا عم، اعلان كلاب ده ولا ايه؟ انزل يا معلم، والله شكله غريب يا جماعه. ماشي ما علينا، خلينا ننطلق. كتير المقر بتاعنا هنا، ثواني شكل عربيه شرطه يا رب بس ما يكونوش موجودين، مش ناقصين، عايزين ننزل هنا بشويش بشويش بس كده. الحمد لله على سلامتنا، نطلع يا معلم. ادخل يا زعيم. الشرطه كانت هتقفشنا يا جماعه، دخلنا في الوقت المناسب، بس يا رب نطلع في الوقت المناسب.
يلا فين بقى العربيه؟ المفروض انا اعتقد الماكينه تقريبا شبه اتملى يا جدعان بالعربيات، فالمفروض عبال تبدا تتحط فوق، ولا تقريبا عندنا كم مكان صغير تحت تقريبا. خليني اشوف القنظره. يب زي ما توقعت يا جماعه، هنا المفروض فاول صح. يا لهوي على كميتها، بقولوا ما شاء الله يا جدعان، قولوا ما شاء الله يا جدعان. بص بص المكان ده يا جدعان بقى يستاهل بقى الزراب الاحمر تحت، يعني تنزل كده تدلعنا وتشترك معانا في القناه، ده احنا جايبين اسطول عربيات يا زعيم، ندلعك بقى ايه وتختار انت عربيه كده يا معلم نفسحك معانا، بس اللي ينزل يشترك يا جدعان نفسحه بعربياتنا. خلينا ننزل بقى بسريع سريع ونشوف بقى ايه هتبقى موجوده هنا. ايوه والله شكلها ما شاء الله. انا عايز اعرف بس ناقص لي كام عربيه تقريبا هنا، ناقص لي الموتوسيكل. خلينا نفكر يا جماعه، اوكي لو في حاجه نزلت او ما نزلتش نبدا نفكر نشوف هنجيب ايه. وهنا ناقصنا عربيه، يعني تقريبا يا عربيتين يا موتوسيكل وعربيه. ماشي والله شكلها غريب، يا رب تكون كهربائيه يا جماعه. يب هي شكلها مدي على الموضوع ده، بس انا ايه قبل ما اعدل صوتها مكتوم، صوتها كاتم، صوتها كاتم. والله شكلها كهربائيه. واو يا جدعان العربية دي نوعها ايه؟ شكلها جامد. استنى 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 يا جدعان العربية طلعت، انت كمان اتحشرتش ولا ايه؟ مش عارف اطلعها يا جدعان، تقريبا عاملة زي تسلا. اجري 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 يا جماعة، دي توصل ال 100 مرتاح من غير ما اعدل عليها، امال لما نيجي نعدل ايه اللي هيحصل؟ خش يا زعيم على التعديل، ظبط العربية، عربية شكلها فخم، تتحط بقى الدروع بتاعتها وتبقى زي العربية الأولانية. يا لهوي تبقى أجمل منها بصراحة، لأن دي تحسه التأمين بتاعها أقوى من العربية التانية بكتير. هنا بتشيل كام؟ بتشيل أربعة؟ طب ممتاز، ده كان آخرها اتنين تقريبا. فخلينا أول حاجة نفيمها الإزازة يا جماعة. يب عايزين يبقى كل حاجة إيه سر سر كده نستقنص، وخلينا نحط إيه. الله يا جدعان فاضي يا أرمر يا جدعان، هتبص الأربيجات تضرب لبكرة يا معلم. خلينا نقفل من هنا. يب هي شكلها مش لذيذ قوي يعني، بس إيه شغال. والفرامل طبعا خليها الريس، لو فيها يا جدعان حاجه احلى يا ريت تقولوا لي عليها. وهنا هنحط مش عارف ده هيبقى شكله لذيذ، هو بصراحه ماشي معاها يا جماعه، فحط يا معلم. وعندنا هنحط الخلفي يبقى نفس اللون، ولا مفيش ما عندنا غير الاسود؟ اوكي خلي الاسود. وعندنا فيه تاني الماتور مكس، يلا اطرب. تقريبا او شكله فخ، تحس بقى شكلها كان مكشره كده في وش اي حد مش عاجباه، هو ده اللي لايق عليها. خلينا نحط ايه تاني جديده دي يا جماعه، ريموت كنترول ومس. اوكي نحميها من الاربيجهات لازم يا جدعان. ريموت كنترول، بص يا جدعان انا لغايه دلوقتي مش فاهم الحته دي بالظبط. ريموت كنترول تمام، يعني وانا اتحكم في العربيه بالريموت كنترول؟ مش بص انا هجربها اوكي، لان العربيه الاولانيه اللي احنا جبناها اللي هي الكهربائيه خليتها اللي هي اي صاروخ يتضرب فيها ما فيش حد يعرف ينشن عليها. فخلينا نجرب بقى تغيير، نشوف ايه البتاع الكنترول ده. خلينا نحط النيون، يعني ايه شويه حركات لو انتم حابين، فهنحطها هنا وهنا تمام. وهنخلي باللون الاورانج، والله شكلها برضو الاحمر مخيف، خلي الاورانج برتقالي. وعندنا ايه تاني؟ خلينا نشوف هنا. نشوف بقى، بص يا جماعه لو في حاجات جامده هختارها. ابيض مش لذيذ، ثواني الحته الخلفيه دي مش لذيذه خالص، برضو ده مش حلو. اوكي هنا في ممكن نغير راينا يا جماعه. ايه ده العربيه زي ما حفره كوش. اوكي اسود برضه شكله غريب، شكله غريب على العربيه، تحس كده متلخبصه مش عارف يا جماعه. خليني كده ايه افكر، هي بصراحه مش عجباني قوي، بس ايه بيني وبينكم انا هستقبل واجبها. يب خلينا العربيه شكلها غريب، يبقى عندنا عربيه يا جدعان برضه غريبه ليه لا. والله على الازاز فيم. استنى استنى عندنا في ايه تاني؟ خلينا نجيب هنا طيب المكس تمام، وهنا بقى نجيب البتاع اسود. يب هنغيم العربيه دي كلها، وهنا تقريبا هتحط زي العربيه الثانيه يا جماعه، الغام ارضيه تقريبا. هنا نعمل ريسبري لا ملوش لازمه، وهنا الكراسي من جوه تمام. مكس جيب يا معلم، وعندنا السقف، خلينا نشوف لو يستاهل هظبط. والله شكله فخم يا جماعه، بس تحسوا يعني حلو علامه القرش دي، لان العلو ده مش قوي، ولا اقول لكم خليه. يب ظبط. وعندنا هنا ايه بقى، دي برضه نحطها اللي هو الشريط الاسود اللي من تحت، يبقى ماشي برضه مع الجزء الخلفي. يا سلام على الكلام الكبير، هما الاثنين نفس السعر. دي خلينا في دي فرق 500 بس، حاجات بسيطه. خلينا نشوف طيب. لا لا احنا هنخليها السبورت ولا نخليها الريس؟ خليها السبورت، يبقى خليها السبورت عشان الثانيه تبقى قليله قوي. هنا بقى مرحله تظبيط الكاوتش، فاحنا هنخليها السبورت ونبدا نعدل عليه. وايه رايكم بعد التعديل يا جماعه كلكم بقى؟ واو ولا لا ولا ليه؟
طلع 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 عشان نجرب الريموت، لو لقيناه ما يستاهلش. بص ده، بص ده اللي بكلمكم عن اللغم اللي في الارض ده. شوف اما ترجع يرمي زي ايه، تقريبا زي زيت ولا ايه. يا عم ما تدخلنيش تاني، انا كنت عايز تستد بس. تقريبا يا جدعان بنحطها عشان اي عربيه تيجي ورانا تيجي متزحلقه. اوكي حط واحده هنا كمان. ماشي ارجع يا معلم، طلع الزيت. ده اللي بكلمكم عليه، تقعد تزحلق. الناس بتصوت ليه مش فاهم يعني. خلينا ننزل بقى طيب من العربيه ونشوف بقى حوار الريموت ده يا جماعه. لو انا استخدمت هنا هقدر استخدم العربيه بالريموت كنترول. بص يا جدعان انا مش عارف بقى ده ايه ده. دوس هنا. بص يا جدعان احنا عارفين التحكمات العاديه. اوكي الاضاءات اقدر اتحكم بيها من هنا، النور وكل حاجه وما ادري ايه، واقدر اشغل الراديو. بس دي بقى اللي انا مش فاهمها بتاعت ايه بالظبط. ايوه بقى يا زعيم لقيتها يا جدعان، تقريبا هي دي. بيقول لي تستخدم ايه؟ العربيه بتاعتي. همشيها بالريموت يعني، ابدا لما واقف شايف نفسي. ثواني عشان ايوه يا سلام، امشي بعربيتي يا جماعه بالريموت. يا سلام تير. يلا 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 نقدر نجري يا جماعه ونتسس العربيه حرفيا واحنا مش جواها. احنا دلوقتي يا جدعان بنمشي بعباب الريموت. كمل. لا انا دوست عليه. اوكي كي كي ارجع ارجع. نقدر نفرع العربيه كمان، ده احنا ممكن نرخم على احلى ترخيمه في العالم. لا نظبطهم احلى تظبيطه. شوف يا جدعان بنوصل ل 120 مرتاح. الله 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 الله. خلينا نركن على جام. يب بس التحكم فيها صعب شويتين. نزل كده يا نسيا. بس كده عايزين نطلع. طيب في في اهي العربيه وخ... اوه يا جدعان وخبط. سوري 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 مش انا مش انا، ده الريموت هو اللي كان بيستهبل. لذيذ يا جماعه بس مش هينفعنا خالص في المهمات. صراحه العربيه جميله جدا يا جماعه، تستاهل صراحه، تستاهل لغايه دلوقتي الفلوس. احلى من الثانيه 100,000 مره. بس يعني ظبطها لو حط رشاش ولا حركات تبقى عربيه تبقى اجمل بقى من اي عربيه شفتها. ومفيش طريق مختصر من هنا ولا ايه؟ استنى كبشي. ياب في طريق، حتى لو مفيش يا جدعان نعمل لنفسنا طريق. الله على الركن ما شاء الله. الطريق ايوه لا مش في عشان ايه؟ كهرباء يعني وبتشع ممكن تخرب مننا. بصوا يا جماعه السرعه بتوصل لكام؟ انا داخل على 120 مرتاح. ولا الرقم ده كام؟ تقريبا 120. بتاع صغنونه قوي، عايز اطلع بس فوق المكان هنا. بص 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 اتفرج يا زعيم. اوكي بس الراجل مصدوم. بص يا عمو اوعى تبلغ. اوعى تبلغ غلط. تعال والله ما اسمعش صوتك ولا حسك. سوري يا زعيم. ايه العربيه اللي بتمشي لوحدها؟ اتنين بص بص راح يفتن. امشي يا فتان امشي يا فتان. اوعى على بطيخه غلط. ده في حد هنا يا جماعه، في حد هنا تقريبا عايز مساعده. خلينا نشوف مين ده. استنى 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 خلينا نروح سريعا. ده بيتكلم. في واحد هنا نايم يا جماعه. بلاش طبعا نصحيه ونزعجه، مش عايزين نزعجه. بس يا باشا خليك نايم كده وتصبح على خير. نوم العوافي يا باشا. ورانا كده ايه؟ شوف كده ايه الكلام. ايوه شايل حاجه كده ولا كده. احنا بس بنعمل كده اجراء كده سريع. خبي حاجه كده ولا كده يا جيل القلب. معاك بس ورينا يا معلم، ورينا الحصان. ايوه اوه 7000. نوم العوافي طبعا يا جماعه عشان ما يصحاش ويفتر علينا. فايه خلصنا العمليه. اركب 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 ولا بنشوف ولا من دي. اخيرا وصلنا للطياره. اوعى يا جدعان اركنوا على جنب بقى. الحمد لله على السلامه. خش يا معلم. طبعا يا جماعه احنا خلصنا كل المهمات دي. خلينا نشوف ده ايه الكلام. هي مفيش غير مهمه واحده بس تقريبا بتفتح بالتدريج. ماشي خلينا نشوف المهمه دي. ايوه بقى وشكلي هطلع بالعربيه. الله 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 الله. طقم وحركات. شوفوا يا جدعان الخريطه دي، ده في مكان كبير. مش مهمه سهله. ربنا يستر يا جماعه. الهدف عندنا هنا فيه مش هدف واحد، فيه اكتر من هدف. اوكي لازم نروح نواجه الاعداء ان شاء الله. نروح نواجههم ونظبطهم. ثواني بس، هي الطياره اللي انا راكبها يا جدعان شغاله؟ سامع صوت الهليكوبتر. اوعى يكون في بره في قلق. اوعى كابتن مش ناسيين دي طيارتي اللي بتطير. ما شاء الله. اوكي طيرنا بقى امتى الله اعلم. الله 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 المكان ملغم يا جماعه. يا لهوي. اوكي وشغالين ضرب وترويق. احنا المفروض بقى نستخدم بقى ايه؟ نهدي كده. استنى بس سيبني بس انزل بالسنايبر. يا لهوي في في يا جدعان. انا لسه ما عملتش حاجه، انا لسه بقول يا مفاهم. اركن 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 اركن. عايزين بس ننزل هنا بالسنايبر ونظبطه. سيبهمني يا معلم. فين بقى السنايبر الحركات؟ يبدأ ده اوه في واحد هنا تبع العصابه. عربيته صغيره يا جماعه، دي تقريبا مش هينفع نعملها خالص بالسنايبر، لازم نضربها. بس
ثواني بحاول القط دور. يا لهوي على الكميه، كميه مش طبيعيه. شوف مع ايه هاي معاه مضادات يا جدعان، طيارات. احنا كنا حرفيا هنتخرسف. واحد هنا قرعته ما شاء الله منوره في استنى، في حد في حد بيضرب عليا شكله ده صح، في طيارات كمان. استنى يا عمو اضرب كره حربيه يا جدعان يا مجنون. ايوه اظبط اظبط اضرب يا جماعه، ما بتجيش فيه ازاي اضرب واحد. ايوه الحمد لله، طياره حربيه مش مجنون. مش ناقصين جنان هنا، المكان مش لذيذ، لازم نخلص في السريع. خلينا نمشي بيها، خلينا نقرب من الحاجه. ياب ياب بطلع فوق شويه بس عشان ما اتدمجش معاها. حلو، ونلقطهم كده حاجه حاجه عشان ايه العمليه من فوق صعبه شويتين. اهم حاجه بس نخلص من الرخمين دول. الهدف اللي المفروض تحتنا ده اتظبط. في بقى اللي معاهم الدروع دي المشكله. في واحد هنا رخم يا جماعه، عايزين نخلص منه الفقر ده. ايوه ظبطه ظبطه ظبطه، ده كده اتغربله يا جماعه. ياب 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 يا لهوي، اضرب على دي كمان. حلو وخلصنا على دي. خلينا نشوف اللي بعده. اللي بعده ناقصنا كام واحده؟ ناقصنا يا جدعان تقريبا اربعه، فعايزين نلقطهم بقى كلهم. نفسي اعرف بيدمجوني ازاي وانا الطياره دي يا جماعه من المستحيلات تعرف تضرب حد جواها، صعبه جدا. اخر واحد بيحاول يدافع عنها. تحلم انت بطاطس، انا هخلي لك المنطقه هنا كلها قلق. تمام 100 100، خلصنا. يلا اللي بعده. طبعا يا جماعه انا لازم انزل، بس في هنا ناس رخمه، فانا بحاول انظف المكان قبل ما انزل. كويس، شايف وضع مستقر شويه عشان عايز اخش الكونتينر. هحاول اخلي الطياره دفاع عني. مين بقى اللي بيضرب ده؟ مين اللي بيضرب ده؟ انا مش شايف، ما انا والله ما شايفه يا جماعه. ممكن يكون قدامي الله اعلم. اه شوف مكمبر ازاي. اه يا كمبوره، شايفين الرخم؟ ماشي خلينا نفتح الكاوتش بتاعنا. لو كده هندمج دمج ما هوش قادر اشيل لازمه. شوف 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 شوف، ممكن يجيبنا من ازاز. ماشي يا جماعه، ركننا ركننا ركننا، موقفنا سيء شويه. ماشي ننزل بس الاول، بس ايه على خير. نشوف بقى الفقاريين اللي تحت دول عشان ايه مكمبرين كمبر. انا جايب سنايبر رشاش. يا فقري يا فقري، فين التاني؟ بس كده في واحد تاني، في واحد جوه مكمبر. خلينا ننزل له بالرشاش. لا مش هينفع خالص ده. خلينا اجيب انه واحد اللي فيه كشاف. يب بس العربية مقفلاك صح؟ مش شايفني يا جدعان. احسن احسن احسن، خليك انت ايه، ننزل احنا كده بس. ممكن نجيبنا هاي جراوند، الله اعلم الطريق ده نقدر نطلع منه تاني. في واحد تحت هنا، في واحد تحت هنا مكمبر جوه. ثواني كده يا جماعه نشوف بس المكمبر جوه ده. شوف شوف مكمبر، قلت لكم في بقى الفقاريين اللي فوق دول ممكن يقرفونا. خلينا بس نشوف دي. حلو، نقدر نخش الكونتينر. يا ابني نقدر نخش. افتح بقى، ايوه كده، ورينا الكلام الكبير. خش يا ابو الاتريس، نط على الجنب الكبير. خيام، الله 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 الله. اوكي العربيه الغريبه دي احنا هننطلق بيها، شكلها تبقى معجنه يا جماعه. هنسرق العربيه المدرعه اللي عليها حاجات شكلها ايه كيماويه ايه. المفروض لو قلبنا بيها ممكن نعمل مشكله كبيره. اظبط 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 اظبط، يلا يلا انطلق انطلق. لا 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 لا، اعوذ بالله، في طياره بترمي يا جدعان. الله 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 الله، اجري والله. لا لا اوعى يا جماعه، بنتدرب بار بي جيات وحاجات وبلاوي سوخه. اهرب اهرب، هو انا كمين والله. اجري 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 اجري. الله 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 الله، خلينا يا جماعه فاتحين على الرابعه ما نقفش ابدا. بذمتكم بصوا المنظر ورايا يا جماعه. اوكي بحاول اخش في مكان يكون مدعبس كده عشان ما يعرفوش يخشوا. اوكي والله تقريبا بدات تظبط يا جماعه، الخطه بتاعتنا بدات تظبط. اوه طيال لي الشيلد المفترض، خلينا ناخد شيلد على السريع. اوه جه منين ده؟ الله يستر، هترمي. الطياره المجوحه يا جدع وعمود. الله 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 الله، خلي بالك خلي بالك. بص بص يمين ونديله شمال، بس كده حكني عليه عشان في طيارتين يا جدعان. هيري 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 هوبتر بيجي زي المجانين، شغالين عمالين نسال واخو في العيال يا جدعان. العربيه اللي ركبها دي جامده قوي 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 قوي، فكر اشتريها ولا انا كنت شاريها وانا ما اعرفش يا جدعان. حرفيا ضربت ضرب لغايه ما قلت يا بس بصوا العربيه مخرومه ازاي من فوق. بس الحمد لله وصلنا بالسلامه، المهمه خلصت. يا قلبي حته مهمه صعبه والكمباك مع شويه احتراف. الحمد لله على السلامه، وصلنا لحاجه بس كده، ما مطلوبش مني حاجه ثانيه. شكرا، ده انا اتخرشمت لغايه ما قلت يا بس، كل دراعي راحت. ايوه حاس ممتاز كده. الله 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 الله، مبروك علينا يا جماعه، خلصنا المهمه وجبنا حته عربيه النهارده.
خطيره ورهيبه ان شاء الله في المستقبل ممكن اجيب العربيه دي. لو يا ريت لو عندي يا جماعه يا ريت تقولوا لي. كنا نكمل بقى ليفل تبيه 23. يلا خلينا المره الجايه اشوفكم مره جديد مع ستيوب جيمنج. يلا سلام.